مرحبا فيكم متابعينا. رح نعمل اليوم وصفة سهلة بتتكون من البطاطا. طريقة إعدادها بسيطة ونكهتها كتير طيبة. بالبداية عندي مقلاية كبيرة على النار، رح أضيف فيها معلقتين كبار من زيت الزيتون مع معلقة كبيرة من السمنة لو حابين، وممكن كمان تستغنوا عنها وتكتفوا بالزيت. السمنة بتعطي طعم أطيب شوي، خاصة لو كانت حيوانية أو بلدية. رح أدوب السمنة مع الزيت. بس دابت السمنة، هلأ رح أضيف حبة بصل واحدة كبيرة فرمت على مكعبات متوسطة، لا صغيرة كتير ولا كبيرة. بدي أقلب البصلة بس لمدة دقيقة. بعد مرور دقيقة منلاحظ إنه البصل بدأ يصير بلون شفاف، ما دبل، ما استوى معي لسه. هون رح أضيف حبتين بطاطا قطعتهم لمكعبات متوسطة الحجم، نقدر نقطعهم أصغر لو حابين أو أكبر شوي كمان. مع البطاطا كمان رح أضيف سن واحد من الثوم مهروس أو مفروم لشرائح. ببدأ أقلب البصل والبطاطا والثوم مع بعض. حلو بهالوصفة إنها بتتحضر كلها بمقلاية أو طنجرة واحدة على النار بسهولة وبدون ما تاخد منها كتير مجهود. قلبت البطاطا بس لمدة دقيقة واحدة مع البصل. معلقة صغيرة ملح. كل المكونات اللي رح أضيفها رح أضيف منها معلقة صغيرة بس. فلفل أسود. بابريكا حلوة. واختياري انه نضيف الاوريجانو او الزعتر والروزماري او الحصلبان، كتير نكهتهم طيبة الاعشاب مع المكونات الموجودة معانا. كمان هون رح اضيف معلقة كبيرة من البقدونس الاخضر المفروم ومعلقة صغيرة من بودرة مرق الدجاج او حتى مرق الخضار لو متوفر. اخر اشي رح اضيفه هون هو نص كوب من المية السخنة. رح اقلب. نقدر نضيف كمان البابريكا الحارة أو الفلفل الأحمر الحار لو بتحبوا النكهة الحارة، بس اتأكدت إنه البهارات توزعت وانخلطت كتير منيح مع البطاطا والمي. هلأ رح أغطي البقلاية أو الطنجرة وأوطي النار لأدنى درجة، وهون رح أتركها لمدة 10 دقايق حتى تتسبك وتسوي كتير منيح. بعد مرور دقيقتين أو ثلاثة رح أحرك الخضروات مرة. رح أرجع أسكر وأستنى عليها كمان 4 أو 5 دقايق، أرجع أحركها كمان مرة. تركتها كمان مرة 5 دقايق، رح أرجع أحركها كمان تحريكة. شوفوا كيف بدأت الصلصة تتسبك وتتكثف، والبطاطا كمان بدأت معي تستوي. بس أهم إشي إنه نقلبها حتى ما تحترق، ونوطي النار على الآخر عشان تضلها براحتها وتستوي بهدوء. هلأ للمرة الأخيرة رح أغطيها لمدة 5 دقايق على نار هادية جدا حتى تنضج كل المكونات. وهيك بعد ما انتهت المدة اللي حسبناها للبطاطا، بدي أفرجيكم كيف صار شكل البطاطا. شوفوا كيف تشربت كل السائل تقريبا، صارت مستوية تماما. حضرت عندي وعاء أو بايركس أو صينية بتفوت الفرن. رح أبدأ أضيف قطع البطاطا. طبعا زي ما قلت لكم هاي الخطوة اختيارية، بس كتير رح تغني وصفتنا وتعطيها نكهة طيبة. رح أسكب قطع البطاطا المسبكة المستوية كتير منيح. هون هلأ رح نيجي للتزيين. طبعا تزيينها اختياري، أي إشي أنا رح أضيفه هلأ هو اختياري. عندي هون قطع من الزيتون المحشي بالجزر، رح أوزع هيك شرائح على الوجه. كمان عندي شرائح من الزيتون الأسود. عندي قطع من الفلفل الحلو أو الفليفلة ملونة، ترت الأحمر والأخضر. وآخر إشي واللي هو كمان اختياري هي الجبنة المبروشة. عندي هون نص كوب من جبنة الموتزاريلا المبروشة رح أوزع على الوجه. نقدر نستخدم أشقوان، تشيدر، أي نوع جبنة بتحبوها أو أي نوع جبنة متوفرة عندكم كمان. هلأ حطيتها بالفرن، ولعت الفرن من فوق بس، تركتها قريبة على النار. بدي بس الجبنة تدوب وتبدأ تاخد لون خفيف بس مش أكتر، يعني بتحتاج دقيقتين لأربع دقايق بس. هلأ هيك صارت وصفتنا جاهزة بعد ما أعطيتها لون خفيف بالفرن. شوفوا ما أحلى شكلها. هلأ صار وقت ندوق. وصفة خفيفة ولذيذة مليانة بالفوائد والفيتامينات. صحتين وعافية.